أكد الرئيس البولندي أندري دودا على أن بلاده تدعم مصر في مفاوضات سد النهضة وعدم تضررها من تشغيل السد، مضيفا أن بولندا تتفهم أهمية مياه نهر النيل بالنسبة لمصر. نتفهم أهمية مياه النيل وما يتعلق بسد النهضة الذي يشكل أرقا للسلطات البولندية. نحن سندعم السلطات البولندية والسلطات المصرية ومصر في أن لا تؤثر هذا السد وبنائه على الاقتصاد والزراعة المصريين، وهي قضية ليست فقط تتعلق بمصر وحده وإنما بجزء كبير من شمال أفريقيا. وهنا لا شك لدينا أبدا بأن هذا الدعم من الجهة البولندية هو موجود.